تسرو باص في اتجاه شكري، اخيرا بيظهر مره ثانيه احمد شكري وعايز يلعب العرضيه، وادي العرضيه والمره دي راسيه وجون، المره دي راسيه وجون، عملها الثالثه ثابته، الثالثه ثابته، ومحمد فضل بيضع الهدف الاول. مشاهدينا الكرام، ظهر شكري وعمل عرضيه متقنه، ما فيش اجمل من كده، ومحمد فضل يضع اولى اهداف هذا اللقاء والهدف الشخصي الثالث ليه في مسيرته مع النادي الاهلي، ويتقدم النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. ادي اللقطه والهجمه وتمريره عماد متعب للمنطلق من الخلف، شكري اللي عاد مره اخرى للجبهه اليسرى بيعمل عرضيه نموذجيه على القائم الثاني، وفضل المره دي شايفها وحاططها على شمال ناصر فاروق علشان يتقدم النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. صمد بترول اسيوط 41 دقيقه، ولكن مع الدقيقه 42 بيفتتح التسجيل محمد